اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وانصر أحياءنا وتقبل دعاءنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام الصحة والعافية وحسن الخاتمة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل
حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة.